السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدارس الفلسطينية في دولة قطر، قسم الروضة والتمهيدي، عنوان الدرس وحدة الحيوانات بإشراف المعلمة تغريد مرقة. والآن يا أحبائي الأطفال، هيا بنا نتعرف إلى الحيوانات التي تعيش في البيئة من خلال مشاهدة هذا الفيديو. خروف، خروف، بقرة، بقرة، ثور، ثور، حصان، حصان، حمار، حمار، ماعز، ماعز، جمل، جمل، أرنب، أرنب، ديك، ديك، دجاجة، دجاجة، كتكوت، كتكوت، ديك رومي، ديك رومي، بطة، بطة، كلب، كلب، قط، أسد، أسد، فيل، فيل، زرافة، زرافة، تمساح، تمساح، فهد، فهد، دب، دب، ثعبان، ثعبان، شاهدنا فيديو الحيوانات، سنتعرف إلى الحيوانات الأليفة والحيوانات الغير أليفة. هيا بنا نتعرف إلى أهداف هذه الوحدة، وهي أن يسمي الطالب حيوانات موجودة في البيئة، أن يفرق الطالب بين الحيوانات الأليفة والحيوانات الغير أليفة، أن يعدد فوائد الحيوانات الأليفة والغير أليفة، أن يدرك أهمية الرفق بالحيوانات، وأن يميز الطالب أصوات الحيوانات. هيا بنا يا أطفالي. الحيوانات الأليفة البريئة واللطيفة.
حبت ما أحلاها تقلب غربي هي وحركات الظريف يا أحبائي. في هذا الفيديو شاهدنا مجموعة من الحيوانات. ما اسم هذه الحيوانات؟ من هذا الذي في الصورة؟ إنه كلب. وأيضا هذه قطة، أحسنتم. وهذه، وهذا إنه خروف. وهذا إنه حصان. وأيضا هذه دجاجة. وهذه بقرة. ماذا نسمي يا أحبائي هذه الحيوانات؟ فكروا معي. نعم، أحسنتم، إنها الحيوانات الأليفة. إذن الحيوانات الأليفة هي الحيوانات التي يربيها الإنسان ويستفيد منها. ماذا نستفيد من الحيوانات الأليفة؟ لنرى معا. فوائد الحيوانات الأليفة: ماذا نشاهد في الصورة يا أحبائي؟ نعم، نشاهد البقرة. ماذا نستفيد من البقرة؟ أحسنتم، نأخذ منها الحليب. وهذه الصورة، ما اسم الحيوان الذي في الصورة؟ أحسنتم، إنه خروف. ماذا نستفيد من الخروف يا أطفالي؟ أحسنتم، نستفيد منه بأننا نأخذ منه الصوف. وماذا نستفيد من الصوف؟ نصنع منه الملابس لكي تعطينا الدفء في فصل الشتاء. ونأخذ أيضاً من هذه الحيوانات اللحوم. نعم، إنها لذيذة. وماذا نأخذ من الدجاجة؟ فكروا معي. أحسنتم، نأخذ منها البيض. هل تأكلون البيض كل صباح؟ أحسنتم يا أطفالي. حيوانات حيوانات بين الناس وفي الغابات تعطي جمالا للحياة. لا لجمال الكائنات. حيوانات حيوانات بين الناس وفي الغابات تعطي جمالا للحياة. لا لجمال الكائنات. أنا ذو الخرطوم الطويل، ضخم وذكي وجميل.
حديقتكم اسمي الزرافة، بيتي في تلك البرية في الأدغال الإفريقية، في الأدغال الإفريقية. أسد أنا ملك الغابات، أمشي في ثقة وثبات. أسد أنا ملك الغابات، أمشي في ثقة وثبات. شجاع وقوي ومهيب، تخشى زئير الحيوانات، تخشى زئير الحيوانات. حيوانات حيوانات، بين الناس وفي الغابات، تعطي جمالا للحياة، يا لجمال كائنات. هذا أنا الدب الظريف، ضخم لكن لست مخيف. هذا أنا الدب الظريف، ضخم لكن لست مخيف. أحب الأكل أحب النوم، وفرائي سميك وكثيف، وفرائي سميك وكثيف. أتسلق هذه الأشجار، آكل من كل الثمار. أتسلق هذه الأشجار، آكل من كل الثمار. قرد أله وأشاكس في الغابات ليل نهار، في الغابات. أجوب البراري في الغابات أو الصحاري، هوائي يشق سكون الليل، وفي قمم الجبال داري، وفي قمم الجبال داري. أحبائي الأطفال، ما رأيكم بالفيديو الذي شاهدتموه؟ هل تختلف هذه الحيوانات عن الحيوانات التي ذكرناها سابقاً؟ نعم، بالفعل، إنها حيوانات تعيش بعيداً عن الإنسان، إنها حيوانات تعيش في الغابة. هيا نرى معاً هذه الحيوانات. ما اسم الحيوان الذي في الصورة؟ إنه الأسد، أحسنتم. وأيضاً فيل، وهذه الزرافة. وأيضاً ما هذا الحيوان؟ نعم، إنه النمر. وأيضاً ما هذا الحيوان؟ أحسنتم، إنه دب. وأيضاً هذا الحيوان اسمه الحمار الوحشي. وكما قلنا يا أصحابي أن هذه الحيوانات تعيش في الغابة، لذلك نسميها الحيوانات الغير أليفة، لأنها لا تعيش في بيوتنا. إذن الحيوانات الغير أليفة هي الحيوانات التي تعيش بعيداً عن الإنسان في الغابة أو في الصحراء أو في الجبل. هل نستفيد من الحيوانات الغير أليفة؟ هيا بنا لنتعرف على فوائد الحيوانات الغير أليفة. ماذا نشاهد في الصورة يا أحبائي؟ أفعى والتمساح والدب. وماذا نستفيد من جلد الأفعى والتمساح؟ فكروا معي. أحسنتم يا أطفالي، نستفيد من جلودهما في صنع الحقائب والأحذية. وأيضاً ماذا نستفيد من الدب؟ نصنع من فرو الدب الملابس الشتوية. أحسنتم. بعدما تعرفنا إلى فوائد الحيوانات، كيف يجب أن نتعامل معهم؟ هيا بنا نتعرف إلى كيفية الرفق بالحيوان. معاملة الحيوانات معاملة حسنة. تقديم الطعام والماء للحيوانات، وتقديم العلاج للحيوانات. أحبائي الأطفال، هيا بنا نلعب هذه اللعبة الجميلة
مع الحيوانات. ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ القطة. هل القطة حيوان أليف أو غير أليف؟ أحسنتم، إنها حيوان أليف. وهذه الصورة، ما اسم هذا الحيوان؟ إنه الأسد. هل الأسد حيوان أليف أو غير أليف؟ أحسنتم، إنه حيوان غير أليف. وهذه صورته، أحسنتم، إنها بقرة. هل هي حيوان أليف أم غير أليف؟ نعم، إنها حيوان أليف. وهذا الحيوان الذي في الصورة، ما اسمه يا أطفالي؟ إنه النمر. هل هو حيوان أليف أم غير أليف؟ أحسنتم، إنه حيوان غير أليف. والآن يا أطفالي، ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ هيا بنا، ماذا نشاهد؟ أحسنتم، نشاهد علم وطننا الحبيب فلسطين. هيا بنا نتعرف على بعض الحيوانات الموجودة في وطن الحبيب فلسطين. الغزال، والضبع المنقط، والقط البري. رددوا معي. نعم، الغزال، والضبع المنقط، والقط البري. أحسنتم يا أطفالي. ما اسم الدولة التي نعيش على أرضها يا أحبائي الأطفال؟ نعم، إنها قطر. ولأننا نحب قطر ونعيش على أرضها، سوف نتعرف على بعض الحيوانات في دولة قطر. جمل، الصقر، الخيل العربي، الضب، المها. رددوا معي يا أطفالي. جمل، الصقر، الخيل العربي، الضب، المها. أحسنتم يا أحبائي، لقد تعرفنا على بعض الحيوانات الموجودة في بلدنا الحبيب قطر. وفي ختام درسنا لهذا اليوم، نستمع إلى أصوات الحيوانات الجميلة في هذا الفيديو.
أحبائي الأطفال، أشكركم على حسن استماعكم، ومع السلامة، مع تحيات مستغريد مرقة.